صديق طارق الشناوي. اهلا بيك يا استاذ طارق. واهلا بالاستاذ مدعس. انا بعتذر صوتي بايظ النهارده استاذ طارق. لا سلام. الله يسلمك. مقالك النهارده على الساحه الفنيه لا تزال تنتظر حاله شيحه، كنت عايز تقول ايه في هذا المقال وشايف تاثير خلع ولبس الحجاب والنقاب ايه على الشباب المصري؟ اتفضل. لا انا هنفصل الموضوعين عن بعض. اتفضل. حاله شيحه كانسان قررت ان هي ما تلبس حجاب، ده موضوع لا يتم ربطه بعودتها للفن، ده موضوع ثاني. يعني في انسان قرر انه تخلع الحجاب، هي كانسان قناعتها انها ما تلبسش حجاب. اوكي ده حقها طبعا، ولانه اساسا كان وصلنا لمرحله النقاب في فتره ما، فيعني واضح ان في شيء ما كانش طبيعي فبترجع لطبيعتها. العوده للتمثيل ده موضوع ثاني، لان العوده للتمثيل مش مجرد حجاب كانت بترتديه فقالت ان تخلعه، بدليل ان هي مثلت بالحجاب قبل كده فيلم اسمه كامل الاوصاف 2006. عامر منيب. نعم. مش بس مثلت بالحجاب، دي كانت بتطبق قانون الحجاب على الفيلم. يعني ايه تطبيق قانون الحجاب؟ يعني مثلا المحجبه وهي في البيت قاعده لوحدها بتخلع الحجاب، مع مامتها بتخلع الحجاب، انما كانت حلب بتفرض الحجاب حتى في المشاهد اللي المفروض دراميا انها لا ترتدي فيه الحجاب. نعم. مثلا في مشهد المفروض كانت تطلع في الاسانسير مع عامر منيب هما لوحدهم. نعم. فقالت لا، فرفضت انها تطلع، برضه طبقت قانون ان هو الشيطان ثالثهما. يعني عايز اقول ان كانت في حاجات فيها تجاوز في فكره تطبيق الحجاب حتى على الشاشه. عشان كده حاله طبعا انا من الممثلات انا كنت بحبهم. نعم. فنيا، وبشوف ان هي ظهرت بعد منى زكي وحنان ترك، ولكن فعلا كان لها بصمه، ما كانتش تنويع عليهم، لا كان لها مساحتها اللي بتأديها بشكل جيد. ولكن هي بعد 12 سنه العوده بتحتاج العوده للفن. موضوع قرار الحجاب اوكي، قرار اقتنعت بيه، تحيي عليه ان هي تملك الجرأه والشجاعه على اتخاذه. لانه قرار في المجتمع صعب، لكن هي قررت، برافو انها امتلكت القدره على القرار. لكن العوده للتمثيل ده موضوع ثاني. يعني انت بتحكي ان بعض غلط، وكأن الناس هتقرا الموضوع وكأنها بتخلع الحجاب عشان تمثل، وهي بتخلع الحجاب لان هي قناعتها انها لا ترتدي الحجاب. فكانت محاميه، كانت صحفيه، كانت مذيعه. انا عايز اقول هنا الامر متعلق بالمهنه. لا متعلق بانك انت لانها قررت ان تخلع الحجاب، فيزال القرار انها تخلع الحجاب. التمثيل قرار اخر وموضوع اخر، ليس كل الاوراق بحوزتها. رقم اثنين، 12 سنه بتحتاج لمجهود. بس الفن لا تفكر التمثيل ده مجرد بقى قدام الكاميرا، لا لا لا، ده في ورش تدريب وفي حاجات كثيره. لما تقعد 12 سنه ملكاتك الابداعيه ما تستخدمهاش صعب جدا. يعني تخيل انت لو بعدت عن الشاشه سنتين ترجع محتاج لعلاقه اخرى مع الكاميرا. لو لاعب كوره يبعد محتاج صحفي يبطل يكتب 12 سنه ما يكتبش بكره، تحتاج لحاجات كثيره وهكذا. نعم. انا بشكرك جدا، بشكر الكاتب الصحفي الكبير استاذ طارق الشناوي.